مساء الفل، انا علياء طلعت دي سيما علياء، والنهارده هتكلم عن فيلم جديد بيتعرض على نتفليكس دلوقتي، فيلم ذا جالتش. فيلم ذا جالتش من بطولة جيك جرينهال، وهو ريميك عن فيلم دنماركي كان سنة 2018. الفيلم حقق نجاح كبير جدا، وصل لبلاد كتير حول العالم منهم مصر، اتعرض في بانوراما الفيلم الأوروبي، والفيلم كمان قدمته الدنمارك عشان يبقى المساهمة بتاعتها في مسابقة الأوسكار للأفلام الدولية. قبل ما اتكلم عن الفيلم هتكلم عن حاجة حصلت من سنتين، وهي عرض فيلم باراسايت في الولايات المتحدة. لما اتعرض الفيلم الجمهور الامريكي عمل ضجة كبيرة جدا، علشان خاطر الفيلم كان هيتعرض بترجمة للغة الانجليزية. الفيلم اساسا بالكوري الجنوبي، فمش هيتعرض بدبلج، هيتعرض باللغة الانجليزية، وبالنسبة لهم دي كانت صدمة كبيرة وحاجة رفضناها تماما، لان الجمهور الامريكي على عكس مثلا الجمهور المصري، احنا متعودين ان احنا نتفرج على افلام مترجمة طول الوقت، ولكن بالنسبة لهم الافلام المترجمة دي ما بيتفرجش عليها غير المثقفين والنخبويين، ولكن الافلام الدارجه اللي بيتفرجوا عليها اما بالانجليزي اما مدبلجه للانجليزي. الرفض ده ما كانش حاجه جديده، ده شيء دارج جدا في الثقافه الامريكيه، وبيقود الى الحاجه اللي هتخلينا نتكلم عن فيلم النهارده، وهي عمليه الريميك للافلام الاوروبيه والاسيويه علشان تتقدم بشكل ملائم للجمهور الامريكي اللي رافض ان هو يتفرج على حاجه باي لغه غير لغته. امثله كتير جدا ممكن اتكلم عنها، منها فيلم نايت واتش اللي قدم الفيلم دوت نفس المخرج بنسختين، نسخه دنماركيه ونسخه امريكيه، والمخرج نفسه هو اللي قدمه، ولكن في نفس الوقت النسخه الامريكيه فشلت لان هي ما كانتش حتى ملائمه للجمهور الامريكي، وفقدت الاحساس بالاصاله اللي موجود في الفيلم الاصلي. وفي امثله كتير جدا جدا على افلام اجنبيه اتحولت الى افلام امريكيه، وكلها نتيجتها بتكون متواضعه. احنا مثلا متوقعين قريب فيلم Another Round من بطولة ليوناردو دي كابريو، مع الفيلم اللي نجح نجاح كبير السنه اللي فاتت، فانا مش عارفه هتبقى النتيجه عامله ازاي، بس انا في الحقيقه مش متفائله. ذا جيلتي من بطولة جيك جرينهال مش اكتر من حلقه جديده من الافلام المؤامره. قصة الفيلم قصة ممتازة جدا، انا حبيت الفيلم الدنماركي بشكل حقيقي. الفيلم بتدور احداثه في ساعة ونص بس، عن ضابط احنا بنتعرف عليه وهو موجود في مكان لتلقي المكالمات بتاعة الطوارئ، واحنا بنحس مع الوقت ان هو مش مبسوط في المكان دوت، وان ده مش المكان الملائم ليه، وبنعرف بعد كده ان هو موجود هنا كسبيل من العقاب ليه بعد حاجة هو عملها، والحاجة دي هيتحاكم عليها، والحاجة دي المحاكمة بتاعتها هتبقى تاني يوم بالظبط، وبالتالي هو في حالة نفسية سيئة. ياخد مكالمة عشوائية من واحدة مذعورة، بيكتشف من خلال السياق في الكلام معاها ان هي مخطوفة، وبيحاول ان هو يساعدها، وهو مكبل يدين من طريق مكالمات التليفون بس، وبيحاول كمان يساعد ولادها اللي موجودين في البيت لوحدهم. الفيلم احداثه كلها بتدور في مكان واحد، وهو غرفة استقبال المكالمات، وبيتنقل بس في اكتر من غرفة داخل نفس المكان. بالتالي الفيلم حافظ على وحدة المكان وعلى وحدة الزمان، ودي قواعد مسرحية قديمة بتخلي المشاهد يتماهى اكتر مع العمل اللي بيتقدم قدامه، وبيحس ان هو جزء منه، وبيحس كمان بالضغط النفسي. وحدة المكان بتخليه البطل حاسس طول الوقت ان هو محبوس، والمشاهد كمان محبوس معاه في المكان بتاعه. هو مفروض انه ضابط شرطة عنده قدرة على ان هو يقدم افعال وانه يساعد الناس، ولكن مساعدته وهو في المكان ده مساعدة محدودة، والمشاهد كمان حاسس بالعجز بتاعه. وحدة الزمان ان الزمن بتاع الفيلم كله بيدور في نفس الزمن الحقيقي. احنا عندنا هنا ساعة ونص بنشوفها على الشاشة، هي ساعة ونص اللي في حياة الشخصية اللي هو بيحاول يساعدها، هي ساعة ونص في حياة شخص البطل الرئيسي بتاع الفيلم اللي بيحاول يساعد السيدة. فاحنا كمشاهدين حاسين الساعة دي كمان ضغط علينا، خاصة ان الفيلم بيحدث من مفاجأة للتانية، وفي تصاعد كبير جدا في الاحداث بيحصل وانت مش متخيل بيحصل ازاي. في ثلاث حاجات اعتمد عليهم نجاح الفيلم الدنماركي. اول حاجة الاثارة اللي بيقدمها الفيلم والقصة بتاعت الفيلم. تاني حاجة الإثارة النابعة من الحالة النفسية الخاصة ببطل الفيلم اللي بيحس بالتماس مع الشخصية اللي بيحاول يساعدها، وكمان بيعرفنا على الضغوط اللي متعرض ليها واللي بتخليه يحس إحساس مضاعف بالحبسة والتكبيل اليدين، وإنه غير مفيد بالشكل اللي هو عايز يبقى عليه، وده اللي بيخليه ياخد قرارات انفعالية طول الوقت، خاصة ان هو اساسا في مرحلة صعبة في حياته. حاجة وهي الاهم هي النقد الضمني اللي بيقدمه الفيلم للمجتمع الدنماركي، لسطوة رجال الشرطة، للتحقيقات الداخلية، للحاجات اللي بيعملها رجال الشرطة وبيتمش التنظر ليها كجرائم على الرغم ان هي تعتبر جرائم. في هنا نقد جوه الفيلم، نقد اجتماعي ونقد كويس جدا جدا. النقد ده هو اللي ادى الفيلم الثقل بتاعته، هو اللي ادى اهميته في النهاية ده. يعني هو اللي وصل على كبير من الجمهور وخلاه اكتر من يبقى فيلم مثير ومسلي. ايه اللي عمله فيلم ذا جالتش بالحاجات دي؟ انه خفف اثرها،
والتالي بقى نسخة باهتة من الفيلم الدنماركي. احنا لو احنا ما شفناش الفيلم الدنماركي بالنسبة لنا فيلم ذا جيلتي النسخة الأمريكية هو فيلم إثارة مثير كويس حلو على نتفليكس ممكن نتفرج عليه، ولكن لو انت شفت النسخة الدنماركية هتحس ان هو نسخة باهتة جدا جدا من الفيلم الأصلي. الفيلم مبدئيا قرر ان هو يكسر وحدة المكان، وهي عامل من عوامل الإثارة الأصلية في الفيلم. عندنا في فيلم ذا جيلتي من نسخته الأمريكية البطل صحيح قاعد في مكان محدود زي النسخة الدنماركية، ولكن عن طريق خياله بيخرج من الفيلم. طبعا خياله ده احنا اللي بنشوفه كمشاهدين، بيخرج من المكان وبيورينا الاماكن اللي هو متخيل ان الشخصيات موجوده فيها. طبعا هنا وحده المكان اتكسرت تمام بالنسبه للمشاهد، مش مهم كمان بالنسبه للبطل، احنا كمشاهدين محبوسين مع البطل الدنماركي في المكان الضيق اللي هو فيه، ولكن كمشاهدين للفيلم الامريكي احنا مش محبوسين معاه لان هو بيخرجنا بره الفيلم بخياله. ثانيا، الفيلم لغى المضمون الاجتماعي اللي كان موجود في الفيلم الدنماركي، على الرغم انه كان ممكن يتم استخدامه بشكل افضل كتير جدا في الفيلم الامريكي. احنا عندنا فعلا في الفيلم الامريكي حوادث الشرطيين مع المدنيين موجودة، جورج فلويد كانت لسه حادثة قريبة، عندهم مشاكل في العرق، عندهم مشاكل في الدين، فممكن ده كان هيعمل ضغط كويس جدا في الفيلم، ممكن كان هيخليه نسخة أمريكية حقيقية مش مجرد محاولة استنساخ بهتة. يعني انت لما بتاخد الفيلم للثقافة بتاعتك وبتضيف عليها من المشاكل الموجودة في المجتمع بتاعك خلاص انت صبغته بصبغتك، لكن الفيلم الأمريكي ما حاولش حتى يعمل ده. طريقة تقديم جيك جيلنهال الشخصية في التمثيل بتاعها مختلفة عن طريقة تمثيل ممثل جيكوب سيدر جرين اللي قدم النسخة الدنماركية. جيكوب سيدر جرين اختار ان هو يقدم الشخصية بشكل رقيق تماما، الانفعالات على وشه قليلة جدا، انت بتحتاج انك كمشاهد انك تفكر فيه، يا ترى هو حاسس بايه دلوقتي، يا ترى هو بيفكر في ايه دلوقتي، وبالتالي المشاهد بيبقى جزء فعال في بناء الشخصية طول الوقت. ولكن جيك جيلنهال استخدم الطريقة الامريكية العادية جدا في التمثيل، ان هو بيظهر كل المشاعر على وشه وعلى جسمه، كل جزء منه بيمثل. انا ما عنديش مشكلة مع الطريقة دي، بس هي مختلفة عن الطريقة الدنماركية، وانا حبيت الطريقة الدنماركية في تمثيل الشخصية دي. ولكن جيك جيلنهال اكيد عنده اداءات افضل من كده، اكيد ده مش هيكون الفيلم المفضل بالنسبة لي لما اتكلم عنه، لان هو اصلا ادوار احسن من كده كتير قبل كده. بالتالي تمثيله ما كانش اسوأ حاجة في الفيلم، هو اسوأ حاجة في الفيلم ده انه اتعمل اساسا، لانه مجرد نسخة ما تستحقش انها تتشاف لو انت شفت النسخة الاصلية. ولكن لو ما شفتهاش بالنسبة لك هيكون فيلم امريكي مسلي ومثير، هتنساه بعد شهر غالبا او اقل من كده كمان. وبكده خلصت حلقة النهاردة، اتمنى تكون عجبتكم، ومتنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب في القناة.